انا هقول لحضرتك حاجه، كل حاجه، كل حاجه الانسان مسؤول عنها، واخد بالك؟ على اساس ان هو له اراده، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فاشفقنا من ابين ان احنا اشفقنا من حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الاحكام الشرعيه ما فيهاش لعب. كل امر يعني ايه؟ بس في راي فقهي بيقول انه لا يقع طوائف فكريه، بس ضعيف، واخد بالك؟ هذا راي لا يعتد به، لكن طلاق السكران بارادته. ايوه، او اللي بيشرب مخدرات، او اللي بيشرب مخدرات على فكره نسبة كبيرة. اللي بيشرب مخدرات ده ما يعني عارف ازاي يعني يا دكتور برضه عايز اقول لك حاجه، انا طبعا ما بشربش الحمد لله حاجه، ولا بشجع ان حد يشرب، بس انا مع ان يبقى في قانون يعاقب اللي بيشرب مخدرات او سكران يتعاقب. ما فيش حاجه بتعاقب، انما اشرب زوجه وعيال لمجرد راجل فقد وعيه يقوم من النوم يقول ايه ده، هو فين مرات فين عيال، انا ما عملتش كده. بص يا احمد، اللي بيسكر واخد بالك او بيشرب مخدرات هو بيضيع اهله قبل ما ينطق بالطلاق، قبل ما ينطق بالطلاق. احكام الله كلها يعني الراي اللي هو انا بايده اللي هو يعني لا الراي اللي هو المذهب الواحد من الاربعه اللي بيقول انه لا يقع، هيك مش مؤيده؟ لا لا مش مؤيده. هو بنرجع برضه نقول يعني هل انا كمسلم ممكن الجا الى هذا الراي اقول ما هو مذهب من المذاهب وانجب بيه الاسره؟ ده راي بقى ما اعرفش مين كان فيه يعني. وانا عندي اربع مذاهب، ثلاثه بيقول يقع طلاق اللي بيشارك في المخدرات. هو مش شرط يكون الاربع مذاهب يعني، ممكن يكون راي فقهي له مكانته وكده يعني، الظاهريه وغيرهم واخد. فهي مش واقفه بس على الاربع مذاهب، لكن اللي انا بقوله ربنا قال ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، واخد بالك؟ كل امر واخد بالك، كل هزل بيعتبر جد في ايه؟ في ايه؟ يعتبر حتى لو هو بيهزر. قال له ربنا يا شيخ انت طارق بعرج بهذا بيستخف دمه، يقع طلاق. يقع طلاق برضه. طب خلينا برضه عشان ننقل بقى على الغسل والتكفين ونرجع تاني بقى للموضوع ده.